اليوم في مادة الاتصال التنموي أنا اخترت لكم هذا الكتاب، هو واحد من المراجع اللي موجودة عندكم بالخطة. حنختار منه مقتطفات، وفي منكم ناس رجع إله في محاضرة في البرزنتيشن تبعته اللي هو بتحدث عن الاتصال الجماهيري. وبالمناسبة سواء كتاب الاتصال الجماهيري أو كتاب الاتصال والإعلام في المجتمعات المعاصرة هن نفس الإشي، اللي عنده هذا الكتاب أو هذا الكتاب تقريبا نفس الشيء، في مع بعض التعديلات. هذا كان بسنة 2010 اللي أعطاه في السابق دكتور صالح أبو أصبع. أنا حختار منه بعض الأجزاء لأنه في إشي حكينا عنها. هذه هي الشابترز للكتاب. طبعا ما حأرد أحكي عن عمليات الاتصال ومفاهيم الاتصال، في طبعا في عندك أجزاء كتير متنوعة، ولكن بدي أحكي عن الجانب اللي بتعلق في خلينا نقول النظرية أو الاتصال الجماهيري والإعلام التنموي. إحنا ما بنحكي إعلام تنموي بهمنا نركز على مفاهيم تتعلق بكيف بنشتغل على التنمية بالوقت اللي عنا مشكلات مثلا في تاريخنا أو في تراثنا، كيف بدنا نشتغل على التنمية في وقت في عصر التكنولوجيا والاتصالات، كيف بدنا نشتغل على التنمية في الوقت اللي إحنا بنلاقي في مشاكل في التواصل مع الآخرين وفي الإقناع. فحنحكي عن الاتصال الإقناعي، حنحكي عن المؤثرات اللي بتأثر على العمل الإعلامي ككل، تحديداً موضوع الصحافة، وممكن حتى نتطرق للسينما وإذاعة وتلفزيون بمحاضرات قادمة. هلأ اليوم بدي أبدأ في الجزء اللي بتعلق ب خلينا نقول النظريات تأثير وسائل الاتصال، اللي هي بفصل العاشر صفحة 219. خلينا نشوفها، ندخل على هذه الصفحة أو هذا الفصل. طبعا زي ما أنتم شايفين هذا الفصل اللي هو بيحكي عن نظريات تأثير وسائل الاتصال. سو احنا هذا الكتاب اذا مش كله بدنا ناخده، بدنا ناخذ اجزاء منه، يعني اكيد هو كله بعنيكم، بس في هاي الماده نركز على خلينا نقول النظريات. طبعا احنا زي ما انتم بتعرفوا وسائل الاتصال الجماهيري كتير موضوع له ضروره في دراستنا، لانه هو بيتناول موضوع كيف بنأثر على الافراد وعلى الجماعات في المجتمعات المختلفه. إذا أنت كنت إعلامي تنموي بهمك تفهم الشخصية خلينا نقول الجمعية أو المجتمع ككل، بهمك تعرف تحلل المجتمع من المجالات المختلفة، كيف هو تركيبته النفسية، كيف هو اجتماعيا، شو الأوضاع السياسية اللي بتأثر فيها وهكذا. هلأ بناء عليه قلنا انه احنا كثير مهم نتطلع على مش بس على دولتنا او على الاردن بشكل او كمجتمع الاردني بشكل خاص، كثير مهم انه نربط الموضوع مع العالم ككل، لانه بالاتصال وبالاعلام احنا بنربط الامور في التواصل مع الاخرين، لانه احنا بنعرف انه العالم نتعامل معه كقريه صغيره وقرية كبيرة عفوا، انه احنا جزء من هذه المنظومة المتكاملة. فالنشاط الانساني يعني ما بيشتغل بشكل منفصل، لابد انه يكون في تواصل مع كل هاي خلينا نقول الدوائر المختلفة في التنمية. طبعا في نظريات مختلفة، من اهمها اللي انتم شايفينه هون اللي هي نظرية التأثير المباشر. التأثير المباشر من اسمها مثل نظرية اطلاق الرصاصة بسموها لوسائل الإعلام. في عندك نظرية التأثير المحدود، ونظرية هدول هنا الأربع نظريات نركز عليهم، نظرية التأثير المحدود ونظرية التأثير المعتدل ونظرية التأثير القوي. يعني آخر ثلاثة بيركزوا على درجة التأثير، الأولى عم تحكي قديش هو قريب أو مباشر. هلأ يمكن حكيتوا في عروضكم التقديمية شباب، بس بدنا نرد نلخص ونربط بينهم، اللي هي نظرية التأثير المباشر أو نظرية إطلاق الرصاصة بسموها بتعبير آخر. هلأ هاي النظرية كتير تم العمل عليها في الفترة اللي هي بعد الحرب العالمية الأولى. ليش؟ لأنه صار في التركيز على يعني خلينا نقول الدعاية وعلى الإعلام وكيف هو ممكن يأثر
على البشر وعلى الأفراد. طبعا هذا الكلام احنا بنعرف انه كان يعني مؤثر مش بس بالحرب العالمية، بعد الحرب العالمية الأولى والثانية كمان ظل مستمر، تحديدا في عالم السياسي والإعلام، خلينا نقول السياسي، اللي هو هارولد لاسويل بسنة 27، تحدث عن هذا الموضوع فيما يسمى بتكنيكس، تكنيكات الدعاية سماها في الحرب العالمية، إنه كيف في الحرب العالمية تم استخدام الدعاية والتكنيكس خلينا نقول التفصيلية المباشرة للوصول إلى حالات معينة بيتم إطفائها على المجتمع، سواء يعني إذا بنحكي بحالات اللي صارت طبعا بسبب الحروب، أنتم بتعرفوا كلها حالات بتكون عنف وقهر، وكيف إنه ممكن إنه يتم يعني استبدالها بموضوع الإقناع والجدل والحوار على سبيل المثال. طبعا هاي النظرية بعد هيك صار في عندي كانت مقدمة لبرامج كتير يعني إذاعية تم تطبيقها أو استخدامها بهذاك الوقت. ففي عندي أورسون ويلز حكى في برنامج قدمه كان اسمه غزو من المريخ. هذا البرنامج كان بيحكي عن قصة كتبها ويلز، وكانت يعني عملت زي ما تقولوا صدى كبير في المجتمعات في هذاك الوقت. هلا البرنامج كان يعني اللي أعده طبعا هاولي كانترل، اللي هو بناء على دراسة، بتحكي عن شو الأثر اللي تم في بعد إثاء يعني خلينا نقول بث هذا البرنامج أو إذاعته. فهو كان كتير بيركز على الجانب النفسي، فبحث الأسباب النفسية لسلوك الجماهير، إنه ليش عم بتصرفوا أو بتعاملوا بتصلوا بالطريقة هاي. وهذا الإشي كان في يعني له ربط وتحليل مع ما يسمى بالدعاية النازية. الدعاية النازية اللي هي بتركز على كيف نهتم ب خلينا نقول التأثير في الجانب النفسي على الأفراد أو على أفراد المجتمع بشكل مباشر. طبعا هاي النظرية طلعت بعد ما حسوا الألمان بأنهم هن انهزموا من قبل الحلفاء، فكان في ضرورة التركيز على أنهم يكسبوا اللي بنسميها الحرب الدعائية في كجزء أساسي من الحرب. وأنتم بتعرفوا حتى موضوع الإشاعة شباب، حرب الإشاعة وفن الإشاعة، هذه كلها تدرس من قبل علماء النفس ومن قبل الإعلاميين المتخصصين بالجانب السايكولوجي. طبعا هو وهون تم تشبيهها بما يسمى بالرصاصة، it's like a bullet يعني، اللي هي ممكن إذا توجهت صح بتصيب الشخص يعني الضحية اللي كانت موجهة إله، تماما مثل ما ممكن يكون يعني يا إما هي تصيبه بالخراب أو بالضرر، أو ممكن تكون إيجابية. فإذا أنا بقدر أخذ هاي النظرية بالمحملين يعني بالطريقتين، إيجابي وسلبي. إذا كنا بنحكي بالطريقة الإيجابية يعني بنحكي كيف بمثابة إنه الطبيب إذا بده يصيب الهدف ويعرف وين يحط كيف الإبرة، الحقنة كيف يوصلها في المكان الصحيح، مثل ما بقول إنه والله الرصاصة بدها تخبط أو تضرب هذا الشخص إذا كان هو العدو مثلاً. طبعا أورسون ويلز زي ما انتم شايفين هذا هو الصوره للبرنامج تبعه، برنامجه الاذاعي اللي هو حرب العوالم، كان اسمه غزو من المريخ بسنه 38. شوفوا هاي النظريه قديش مهمه، اثر لغايه الان هي بتاثر في اللي عم نشوفه، بانه ارسال الرساله الاعلاميه ضروره، بانه افكر في كل التكنيكس المناسبه حتى اثر نفسيا ويكون في استجابه سريعه أو مباشرة مع الأطراف المستهدفة. طبعا هاي النظرية خلينا نقول نحكي بالثلاثينات والأربعينات تقريبا، كتير صار في دراسات بهداك الوقت، زي ما بنشوف دائما بالدراسات والبحوث بيكون في النظرية والكاونتر خلينا نقول ثيوري اللي مقابلها اللي بتبينها، يا إما بتفسرها أو بتطلع بنظريات أخرى على سبيل المثال مشابهة إلها. ففي عندي نظرية التأثير المحدود، هاي النظرية اللي درسها
لازرسفيلد، لازرسفيلد اللي هو طبعا مع مجموعة من زملائه في هذا المجال، كان وقتها بيحاولوا يشتغلوا على الحملة الانتخابية للرئاسة الأمريكية بسنة الأربعين، اللي بتعرفوا أنتوا أنه فاز فيها وقتها روزفلت، مع أنه كان الوضع الصحفي أو الصحافة المعادية كانت كثير بتتصدى له. طبعا الدراسة بالدراسات اللي تم نشرها على سبيل المثال في منطقة في نيويورك، بتبين كيف الناخبين ممكن ينتخبوا بناء على يعني كيف بيأثروا على الناخبين في انتخابهم، وهذا بيفرجينا اللي هو التأثير اللي سماه هو المحدود. زي ما انتم شايفين هون الماس ميديا كيف أثرها على الايسوليشن او على الافراد الانديفيدجوالز اللي بيكونوا في اماكن حتى لو كانوا منعزلين او مش ما بيتواصلوا مع بعض، ولكن بشكل مباشر بيكون في تاثير ولو محدود على ارائهم وعلى افكارهم. طبعا هاي الدراسه بتوصلنا لفكره اللي هي كيف تنتقل المعلومات على مراحل. فممكن في مرحلة معينة اللي هي بنسميها two steps flow of information، في مرحلة بيكون بنتقل المعلومات من وسائل الإعلام للقادة الرأي، وبعدين من قادة الرأي للآخرين. يعني مثلا إذا أنا بدي أجي أخذ لنفرض معلومة أخذتها من السي إن إن لنفرض كجهة إعلامية أو وسيلة إعلام، وباجي أنا تبنيتها، إذا اعتبرتوني أنا من قادة الرأي مثلا، باجي أنا تبنيتها وأنا بنقولها إلكم، أو مثلا بتبناها شخص مسؤول مثلا في الحكومة وهو بنقولها للفولورز أو للأتباع اللي له في المجتمع أو في المجتمع الأردني وهكذا. فإذا هنا هاي الفكرة كيف إنه ما بتنتقل مرة واحدة، لا هي بتنتقل على مستويات. هاي هي نظرية التأثير المحدود، فهي بتكون في مرحلة معينة أثرت على قادة الرأي، في مرحلة أخرى الستيب 2 يعني خلينا نقول بالفلو اوف انفورميشن بيكون انتقلت من قادة الرأي إلى الآخرين. عشان هيك كتير مهم نركز على التارجت اللي هو على سبيل المثال هون عم نحكي عن قادة الرأي. هلا جوزيف كلابر كمان وضح إنه وسائل الإعلام إلها تأثير خلينا نقول مباشر وعلى العملية نفسها، على كيف بتم انتقاء العوامل اللي بتكون وسيطة في عملية الاتصال. فمثلا ممكن يكون في على سبيل المثال ما يسمى بالتعرض الانتقائي، يعني بمعنى إنه بختار ناس معينين هن اللي بدهم يقرأوا مثلا بحثي أو مقالتي وأنا بوجهه لإلهم. فهاي انا هنا مثلا، او انا مثلا بعمل نشر زي كيف انتم لما بتعملوا على الفيسبوك او على اليوتيوب، بتروح تبعت يو سند مسج على الماسنجر لاشخاص معينين او لجروب معين، هذا هو بسميه التعرض الانتقائي. اذا انا بختار مع ناس بحاول انه هدول اعرف ايش اوجه لهم اذا كان هذا الشيء بتعاطفوا معه او ما بتعاطفوا معه، بفكر في هذا السؤال. هلا في الفكره الثانيه اللي هو التصور والتفسير الانتقائي، هنا عم بحاول اشوف كيف الناس بيفسروا الرسائل الاعلاميه، بتخيل كيف هن بيفسروها او كيف بتصوروها، وبناء عليها انا بسلك. فبصير افكر انه شو فائده هاي الرساله الاعلاميه، هل حتكون مفيده لإله، كيف هو بده يتفاعل معها، كيف بده يتصدى لها. طبعا هذا الكلام كثير بيهمني شباب لما بدنا نحكي بعدين عن التنميه، إنه أنا لما أكون واعي لهاي الأمور في الإعلام بقدر أفكر أكثر بإنه كيف أوجه الكلام تبعي لأنتقي فئة معينة، كيف أتخيل كيف هدول الأفراد بدهم يتفاعلوا معها. حتى موضوع التذكر الانتقائي اللي هو إنه الأفراد بيختاروا إشياء معينة بتذكروها، يعني بمعنى إذا أنت بتحب شيء بتضلك تتذكره، إذا ما بتحبه بدك تستبعده وهكذا. فهاي النظرية كتير مؤثرة على يعني اللي قال عنها كلابر، اللي هي بتأثر على طريقة تفكيرنا وبالتالي معرفتنا لإلها، يخلينا نفكر بشكل مختلف بانتقاء الرسالة وبوسيلة توصيلها. هلأ بناء عليه تحدث أيضا عن نماذج، خلينا نقول نموذج لتدفق الاتصال على المرحلتين اللي قلنا عنها اللي هي two steps أو flow of information، ونموذج اللي هو انتشار المبتكرات أو بسميه نموذج الاتصال على
عدة مراحل، يعني مش بس على مرحلتين، ممكن يكون أكثر من مرحلة. هلأ في عنا يعني خلينا نقول كثير من الباحثين، عندك هون على سبيل المثال بيرسون، وعندك جودت أو جودي، طبعا هذولا تحدثوا عن عملية الاتصال الجماهيري وفرقوا بينها وبين الاتصال الشخصي، وبس إنه كيف ممكن نستخدم الاتصال الشخصي للتأثير بالاتصال الجماهيري، وحكوا عن فرضية اللي هي بسميها تدفق الاتصال على مرحلتين، نفس الفكرة اللي قالها لازرسفيلد اللي هو اللي بينها في يعني أهم خلينا نقول الكتب اللي هو بسميه اختيار الشعب، اللي هي كيف الناخب كان اسمه كيف يكون الناخب رأيه في حملة انتخاب الرئاسة، يعني بمعنى أنه أنا كيف ممكن أؤثر على الناخب في اختياره لمين هو الرئيس أو المنتخب، حتى توجيه السلوك أو توجيه الخيار. فكان في هاي الفرضيات اللي هو وجهها في الكتاب. أول فرضية بتقول إنه وسائل الإعلام بدل من إنها تكون عامل تحويل للمعتقدات لابد إنها تكون عامل تعزيز، يعني بمعنى إنه أنا أركز في الإعلام على إنه أعزز هاي المعتقدات، اللي هي أنا أصلاً أنت عندك هذا المعتقد ولكن أنا بدي أثبته، بدي أخليك تدر يعني أخليه أعمل عليه إنفسس أكثر، أخلي عليه تركيز أكثر، حتى أنت يعني هذا الإشي تبني فيه في معتقداتك وفي تصورك وفي إدراكك. والفكرة الثانية إنه قد ما كان في وسائل الإعلام إلها تأثير، ولكن من الأرجح إنه يتم تنقيتها عبر قادة الرأي، يعني بمعنى إنه ما أكتفي فقط بوسائل الإعلام، لابد إنه يركز الإعلامي على قادة الرأي. عشان هيك بنلاقي مثلا احنا انه الاعلامي الناجح شباب بروح مثلا بيعمل مقابله مع الشخص اللي هو يعتبر قاده راي، لانه هدول عندهم قدره على التاثير بالفلوز او المستويات الاخرى اللي حكينا عنها الستبس من الاتصال. اذا هاي فرضيات مختلفه بعيد عنها والنقاشات اللي صارت بهذاك الوقت، احنا كمان نقدر نشوف ايش ممكن في العالم العربي نشوف هذا التأثير كيف ممكن يأثر، سواء بنحكي هاي النظرية بتنفع نطبقها أو لا. بس إحنا في الكتاب اللي طلع فيه كاتس ولازرفيلد اللي هو بيحكي عن النفوذ والتأثير الشخصي اللي هو سماه personal influence كيف بيأثر على الأفراد، هاي هي كانت فكرة النظرية. طبعا هاي شكلها اللي هي استخدام الـ two-step flow model سماه اللي هو الماس ميديا وتأثيره على الopinion leader وعلى الindividual والsocial contact، طبعا اللي هو بنسميه كيف يشكل opinion leader يعني قائد رأي بشكل مباشر. طبعا هذا النموذج الأول، في نموذج تاني مشابه اللي هو إذا بتحكي عن إنه بيصير في انتقال لعملية الاتصال بس على مراحل متعددة، اللي هو نموذج سماه نموذج انتشار المبتكرات. يعني هلأ ليش بيحكي هيك؟ هو لأنه بهاي الفترة بلشت يعني خلينا نقول المراحل التدفق المعلومات أكثر، وصار في يعني حتى انتشار المبتكرات وهكذا، صار في عنا تركيز على إنه كيف هاي المعلومة أو هذا الاختراع إنه ينتشر بشكل أفضل، فعشان هيك كان اسم هذا النموذج بهذا الشكل. طبعاً قادة شو كيف نقدر نستفيد من قادة الرأي؟ إنه في نموذج انتشار المبتكرات بيتم تقديم المعلومات بشكل فيه تفصيل أكثر حول الشخصية، يعني بمعنى هذا اللي نسميه مالتي ستيب فلو موديل زي ما انتم شايفين حكى فيه روجرز، وفي عندي كمان الشوميكر، طبعا هذا بحسب القائمة التعميمات النظرية اللي بيحكوا فيها قادة الرأي، انه كيف ممكن انا كيف زي الخلية اللي بتنتقل من نقطة الى نقطة وبتتوسع وبتنتشر، زي كيف الاختراع اللي بيصير انتشاره بين الافراد بنفس الطريقة بيكون تأثير قادة الرأي. هذا هو اللي اعتبر انه قادة الرأي اكثر ابتكارية من اتباعهم، يعني بمعنى انه هذا الشخص اللي هون الدائرة هاي المنتصفة هو قادة الرأي، وهو قادر على انه يكون اكثر ابتكاري من الاتباع اللي هن هدول بيكونوا عادة زي ما انتم شايفين الفولورز. فهذا بيخلينا نركز اكثر على اللي بنسميهم وكلاء التغيير او change agents،
عشان هيك هلا بنشوف كثير في التنمية في عنا إشي اسمه برامج فرسان التغيير، إذا بتسمعوا فيها، هاي اللي هي بتركز على إنه هن هدول الأشخاص اللي بيكونوا قادرين على إنهم ينشروا الرسالة بشكل أسرع، بيكونوا هن المسؤولين عن مشاريع التنمية. هاي النقطة اللي أنا بدي إياكم تركزوا عليها، كيف إنه هدول الـ Change Agents هن قادرين على نشر هاي المشاريع. وهذا على سبيل المثال أعطيكم تجربة في الوطن العربي، مثلا في الإمارات في عندهم إشي مثلا فرسان الأمل، صناع التغيير، بتشوفوها هذه كتير، هذه كلها بتركز على هاي النظرية وعلى هاي الفكرة. طبعا القادة الرأي خلينا نقول أكثر يعني استفادة من هاي النقطة، لأنه هن بيعرفوا أنه من خلال توجيهاتهم أو معلوماتهم وتأثيرهم على الآخرين بيقدروا يغيروا في الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي لأي منطقة من خلال آرائهم إذا كان في إلها التنفيذ على أرض الواقع. فهن بيركزوا على إنه كيف ممكن أكثر إشي قادة الرأي في العمل التنموي يركزوا أنتوا أكثر إشي بتقدروا تأثروا بالنظام الاجتماعي، بكيف ممكن نطلع يعني ابتكارات تنموية، بمعنى أفكار جديدة قادرة على إحداث التغيير المطلوب في أي مجتمع. طبعا هاي النظرية ركزت شباب على فكرة انتشار المبتكرات، قالت إنه في عندي المبتكر والابتكار، هاي إذا بدنا نقسمها بشكل خلينا نقول تفصيلي لغايات الدراسة، في عندي المبتكر والابتكار، يعني بما وهذا ممكن أطبقها في الأنظمة المختلفة، في على مثلا إذا عم نحكي في التنمية، أنت ك change agent مثلا في إعلامي تنموي عم تشتغل على مشروع معين، أنت مبتكر أوكي تنمويا، والابتكار اللي هو ممكن النظرية أو المشروع اللي عم تشتغل عليه. الاتصال عبر القنوات محدودة، اللي إحنا هون عم نحكي إيش القنوات اللي بيتم اختيارها من قبل الإعلامي التنموي على سبيل المثال. طبعا أنا شباب هون عم بطبق لكم إياه على التنمية، ولكن أنت ممكن تحكي في هذا الموضوع في أي مجال. وطبعا هون بنحكي الوقت، لأنه الإعلام والمعرفة والمعلومات كل هذا تدفق المعلومات كله بيعتمد على الوقت، الفترة الزمنية قديش هي طويلة أو قصيرة، قديش بتتكرر، وهاي القصص. والأعضاء في النظام الاجتماعي، مين هو المجتمع اللي بدي يعني اللي بدي يتلقى هاي الرسالة. أنا ممكن الرسالة نفسها أطلقها شباب في الأردن، مش مثل لما أطلقها مثلا في بلد تاني مثلا في أمريكا، لا بجوز تلاقي صدى في الأردن ما تلاقيش صدى في أمريكا وهكذا. فالأعضاء اللي في النظام الاجتماعي كتير بيأثر على حتى قديش الابتكار بيمشي أو بيتاخد فيه أو لا، قديش قادة الرأي بيقدروا يأثروا. يعني مرات قادة رأي ما بيقدر يأثر بالأردن، بيقدر يأثر في بلد تاني وهكذا أو العكس. فإذا هون بنحكي عن تدفق المعلومات، وهاي اللي الفكرة اللي قالها بيرلو لما تحدث عن الرسالة والقناة والمتلقي والتأثير. طبعا هذا الشكل بيبين لنا عناصر عملية الاتصال لانتشار المبتكرات، اللي هي حسب سماها يعني نموذج بيرلو. وشوفوا الطريقة اللي حتى اللي شبه فيها الاختراعات، العلماء، قادة التغيير، كيف إنهم هن كمصدر بيرسلوا الرسائل اللي هي فيها تجديد وفيها ابتكار وتغيير من خلال قنوات مختلفة بيختاروها، ممكن تكون قناة شخصية أو اتصال شخصي أو جماهيري، والأفراد اللي بتلقوها وإيش النتائج اللي ممكن تصير بناء عليها. ممكن النتائج إذا بنحكي في إشي علم تكون معرفة ببساطة، إذا كنا بنحكي في ناس بيشتغل في الجانب خلينا نقول التخطيط، فممكن يكون في تغيير في المنهج كليا. وإذا كنا بنحكي في ناس مؤثرين، يعني زي مثلا اللي بيشتغلوا في المجال التنموي كمان بيأثروا على تغيير السلوك. طبعا هو التنموي الناجح بيقدر يشتغل على الثلاثة هدول، بس أنا بحكي إنه على الحد الأدنى إنه يشتغل على تغيير السلوك. طبعا هاي الشباب هون بيفرجونا إنه هاي الابتكارات حتى تشتغل صح لابد إنها تركز على وظائف أو مراحل معينة، يعني هذه كلها بتتضمن فكرة أو فترة الوقت المتاح، سواء بتحكي في المعرفة أو بتحكي في الإقناع، كيف الإعلامي الناجح بيقنع الآخرين، وموضوع القرار إنه هو يعني بيوجهوا الأفراد نحو الضغط لاتخاذ قرارات معينة، وموضوع التثبيت اللي هو بيكون بيتم عادة في تدعيم القرار، يعني بمعنى إنه أنا خلاص تم اختيار هذا القرار وكيف بدي
أفعله، كيف بدي أشتغل عليه. طبعا هذا الإشي بيتم من خلال خلينا نقول مجموعة من القرارات، وهاي بتاخد مراحل معينة. تبدأ من إنه لابد أن يكون في حافز، يعني بمعنى إنه في مصلحة. ليش إحنا عم نناقش هذا الموضوع في التنمية؟ في الحافز اللي هو بيكون الهدف اللي أنا بدي أشتغل عليه. بعدين تيجي مبادرة، المبادرة اللي هي مثلا ممكن تكون مشروعك أنت التنموي، إنه مثلا مبادرة زي ما عملنا السنوات الماضية، تتذكروا لما أنا أطلقت مبادرة مواطنة فاعلة في مجموعة من الشباب اشتغلنا عليها، كانت هي هاي هي الفكرة الجديدة. طبعا هو في ضمن نظام اجتماعي كان وقتها عم نحكي فيه بين الطلاب بالجامعة. وبعدين أكيد لازم نركز على شرعية الفكرة، يعني بمعنى مثلا ناخذ الأوكي عليها قانونيا، ناخذ الدعم مثلا من الجامعة، ناخذ الدعم إذا كنا بنحكي في المجتمع الأردني، بنحكي مثلا والله بدها موافقات من وزارة الداخلية، بدها موافقات من وزارة التنمية، حسب الجهة المرجعية. إذا كنا بنحكي في البيئة بدنا ناخذ منها من البيئة، وهكذا وزارة البيئة. وبعدين اتخاذ القرار بأنه ننفذ هاي الفكرة. هاي الطريقة اللي بتشتغل عليها المؤسسات شباب، وزي ما قلنا ممكن تكون من الأعلى للأسفل أو من الأسفل للأعلى حسب النشاط كيف بتطلب. نشتغل بقوة من leadership، من التوب لبوتم، من فوق للأعلى، إذا كان قادة رأي بأثره على الأسفل أو بالعكس. طبعا القادة نتذكر إحنا كتير مهم في العالم العربي وفي كل المجتمعات إجمالا، إنه قادة الرأي كتير بيأثروا المحليين، يعني كل واحد بتأثر في منطقته. أنت ساكن في السلط، فأكيد بدك تتأثر بالناس القادة اللي موجودين في السلط أكثر من واحد بعيد، وهكذا. عشان هيك كتير مهم إنه القادة المحليين يتم إدخالهم في عملية تنفيذ هاي البرامج التنموية، حتى يكون لها كمان مصداقية، ويكونوا بدورهم هذول بنقولوا التأثير للآخرين. هلأ هاي هي إذن باختصار. هلأ بالنسبة لنظرية التأثير المعتدل لوسائل الإعلام، هنا هاي إجت بفترة لاحقة وقالت إنه يعني هي بتأثر وسائل الإعلام، ولكن هي مش تأثير كامل، في إلها تأثير معتدل. وهذا الإشي بتأثر بكتير إشياء، بتأثر ب موضوع المعلومات، بتأثر بموضوع قديش عم بستعمل هاي المعرفة والمعلومة ولا لا، هل المجتمع مشبع بهاي الفكرة أو بهذه الحاجة التنموية على سبيل المثال، هل في اللي هو نموذج وظيفة ترتيب الأولويات اللي احنا بنحكي فيه بالإعلام، كيف بتم ترتيب الأولويات في هذا المجتمع، هل تركيزنا على البيئة، تركيزنا على الطاقة، تركيزنا على المرأة، على ايش تركيزنا، اذا بدي احط ترتيب أولويات وانا معي ميزانية معينة على ايش بدي اركز. هاي نقطة كتير مهمة. وموضوع اللي هو نموذج اللي سموه التبعية أو الاتكال على وسائل الإعلام، يعني بمعنى أنه هو ما بيكون كافي أني أستخدم هاي النشاطات خلينا نقول الأجندة المجتمعية، لا، لابد أني أركز على وسائل الإعلام حتى تكون مساندة. طبعا هاي كلياتها شباب بتوصلنا لا عدد كبير، أو تم بحثها مع عدد كبير من النماذج اللي بتفرجينا كيف دور الإعلام وكيف بيأثر على الجمهور. فعلى سبيل المثال من النماذج اللي تم استخدامها نموذج اللي سموه التماس أو طلب معلومات، اللي هو Information Seeking Paradigm. هذا بيكون الفرد بيكون بيحاول يطلب فيه معلومات حتى يحصل على هاي المعلومات، وبناء عليها بحدد سلوكه. يعني زي ما انت تيجي تسأل، تروح بدك، أعطيكم مثال يعني بالقطاع الخاص مش بالتنمية، تيجي تروح على محلين جنب بعض، عندك أورنج وعندك زين مثلا، بدك تاخذ الخدمة وتشوف كل وحدة ايش عندها خدمات وشو بتقدم وتطلب معلومات، وبناء عليها انت بتقرر بدك تروح عند زين او عند أورنج، وهكذا. نفس الاشي في المشاريع التنموية بيصير اذا بدنا نشتغل على الإعلام التنموي. إذن هاي باختصار النموذج خلينا نقول الأول، اللي كمان طرحه وبينه في نقاشاته دونوهيو، اللي حكى عن نموذج التدفق لطلب المعلومات، وكيف إنه في مرات في منحاول نشوف إذا في معلومات فيها نقص، كيف منحاول إنه نعالجها ونحل المشكلات اللي ممكن تصدر أو تبين بسبب هاي نقص المعلومة. هلا كمان أوليان بين إنه البيانات اللي ممكن تنجمع مرات يعني هي اللي بتحدد نوع
الفئة اللي بدنا نشتغل عليها. فهو قال هاي العبارة إنه بنية المجتمع تميل إلى تحديد استعمالات المواطنين للوسائل الإعلامية المختلفة، وهذه العبارة كتير مهمة. يعني بمعنى إذا كنا إحنا في مجتمع قروي مثلا، أو مجتمع بسيط ريفي، أو مثلا عم تحكي عن البدو مثلا وقارنهم بالحضر، فهنا أكيد استعمالات المواطنين مش حتكون مثل لما تروح على مثلا إذا بتحكي قرية في الأردن، مش مثل في عمان، في الأردن عفوا، مش مثل لما تروح على نيويورك مثلا. وسائل الإعلام بتكون كتير مختلفة. سو بدي أشوف إيش الوضع حتى أختار له الوسيلة المناسبة. وهون طلعوا لإشي جديد اسمه نموذج الاستعمال الإشباعي، أو اللي هو بيركز الابروتش اللي بيركز على اليوسز، على الاستعمالات، وعلى قديش نسبة الإشباع اللي بنسميها الجراتيفيكيشن. هلأ هون بيحكي لنا هذا النموذج اللي طرحه كمان لازرفيلد وبيريسون من وقت الخمسينيات، وبعد هيك كمان طلع شخصيات كتير اشتغلت عليه مثل ريليز وفريدسون وكوبي، وفي عندك شرام اللي ذكرتوهم بتقديمكم بالسابق شباب، وباركر ولايل، هدول كلهم حكوا عن نموذج الاستعمال والإشباع اللي بيحكي عن كيف إنه أسلوبنا إحنا كأفراد في تعاملنا مع وسائل الإعلام كتير بيأثر على المتغيرات الاجتماعية والسكانية وحتى الشخصية. يعني بمعنى إنه إحنا منعزز أو منرفض، يعني إحنا عملية الإشباع قديش إحنا عم نستخدمها، قديش إحنا عم نستخدم هاي الوسيلة، قديش عم ناخدها في عين الاعتبار كمتلقي، هي اللي بتخلينا نشوف إذا حنستمر في هاي الطريقة أو لا. فممكن شيء ينطرح في السوق أو من الإعلاميين وإحنا ما نتجاوب معه، وبالتالي هاي النظرية بتفرجينا إنه الإشباعات، يعني بمعنى قديش أنت بتتفاعل معها، كتير مهمة وبتأثر على المتغيرات في عملية التأثير. هلا اذا هذا هو السياق الاجتماعي اللي تحدث عنه. وهنا لخص إليهو كاتس الموضوع بخمس عناصر. قال انه في عندي اللي هو المتلقي اللي ممكن باعتباره هو العنصر الفعال لعمليه التفاعل مع الحاجات ومع يعني خلينا نقول وسائل الاعلام المختلفه. موضوع المبادرة في إنه أربط الحاجات هاي باختيار وسيلة معينة، يعني أجي أربط زي ما أنا هلأ مثلا اخترت من دون تشبيه، يعني مع إنه الموضوع أنا مش تنموي، بس مثلا اخترت إنه اختارت الجامعة إنه تختار المايكروسوفت تيمز حتى تكون في إعلام في مثلا نقل للمعرفة. فهذا هو إنه شو المبادرات اللي تم ربط فيها إشباع الحاجات باختيار الوسيلة، هل هي مناسبة ولا لا. موضوع التنافس اللي بيصير بوسائل الإعلام ما ننساها، لأنه أنت هلأ بدك تحضر قناة، بتيجي بتقلب بتقول أنا هلأ مش عاجبني هاي القناة بنتقل على قناة تانية، وحسب أنت إيش هي حاجاتك. وتماماً بهيك بيصير في الإعلام وفي الاتصال التنموي، بدنا نشتغل على حسب الهدف، شو المنهجيات اللي ممكن أستخدمها، هل هذه المنهجية مناسبة، هل يعني بتنطلق من دراسة معينة، هل أنا عم بشوف الثقافة السائدة، هل عم بشوف إنه كيف ممكن هاي الثقافة أو وعي الأفراد بيأثر على اختياري للوسيلة المناسبة للعملية أو لا. طبعاً هذه باختصار. وأنا نموذج التبعية والاتكال على وسائل الإعلام كمان شباب dependency model اللي هو يعني بركز أكتر على ما يسمى بالاستعمال والإشباع، يعني زي ما حكينا قبل شوية فكرة الاستخدام الأكثر لوسائل الإعلام حسب الاحتياجات. فممكن هنا عم بهاي النظرية بترفض إنه يكون في افتراضات مسبقة وإنه شيء مسبق، لا، دائما بترجع الموضوع لحسب فكرة الاتكال على وسائل الإعلام، يعني بمعنى إنه إحنا تابعين إلها، إحنا بنتأثر فيها أكثر، وهاي كلياتها تعتبر يعني إحنا وكيف نتأثر فيها هذه يعني متغيرات تابعة بطريقة البحث العلمي بنسميها. ومن هنا إجت فكرة اللي هو الإعلام التابع، أو خلينا نقول تبعية الناس على وسائل الإعلام واستخداماتها. وهاي كانت يعني خلينا نقول النظرية السائدة بهذاك الوقت. هلا أنا بدي أوقف هنا حتى المرة القادمة
نحكي بنموذج ترتيب أولويات مرة تانية، سبق حكينا بس بدنا نفصل فيه أكثر، اللي هو بصفحة 235. خليني أوقف هون وأسمع إذا في عندكم أي أسئلة.